عود لا غلط 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 لا 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 ما ينقطع ما ينقطع لا تعلم شوف شوف تعلم يعني شوف شوف بالله خذ لقمة كابتن لو سمحت خذ لقمة بس علم سعود ايه شوف شوف تعلم تعلم ايه شايف كيف ايه ايه تقدر روح روح تقدر روح والله وش تسوي ها الحمد لله الحمد لله يا الله لك الحمد يعني والله علمني مسعف ان ان شلون ما يجيبونك في التصوير اسمع والقلب ما كان ما علم تكفى تكفى والله شكرا بدر على الفدا يا الربع اول شيء احكمه تمام اول شيء كثر الله خيرك ما قصرت ديك العافيه سلطان ديك العافيه سعود مسعد المهم حق العتيب ان شاء الله يجي اخوك اطلبك ذبيحه بكره ان شاء الله عند العتيبي تم اسمع اطلبك موت الروز إيجار ثلاثة أيام تمام تأخذ العتيبي تمام وتودي أي مكان مرة مرة ذبيحتك وسيارتك موجودة بيض الله وجهك أنا شايف حبيبي حبيب حبيب الله يسعده حياكم الله يا راجي حياكم الله حياك الله يا مسعد وهذه الضيافة الله يسعدكم سلطان تم والله يمر بالروز اللي يستدري لك ثلاث ايام اي روز اي ولا ايش عند سلطان اكيد خدمات فيها ايش تبغى ايش كذا اي قام حك ايش فيك ترى الحكم كله بيتزا طلبك ولا مو طلبك لا والله اكيد على الطلب قام بالواجب انا اشهد فان شاء الله بكره ان شاء الله بعد صلاه العشاء ورا اخوك تمام خليه بعد صلاه العشاء بسم الله عليك انا خير من مسعد جيتك والله عزيز وغالي يا مسعد والله بحضوركم يا الربع الله يسعدكم يا هلا يا هلا مسعد يا هلا بمال الله ها يا ابو عتب اقول مرتاح ابليس كان يصفق بالزاويه يقول يا سبايك انت قدع انا مش حسوي حاجه انت كفيته فيه فعلا ابهرتني الله يسلمك كل مالي اشوف فيك خسه تطلع في وقتها اعوذ بالله تخريب سمعه والله بوقتها انا صاحب الشام ما سويت كذا والله صدق يا حبيبي والله هذا قليل في حقك اي والله روز وعشاء مره تم ابشر ابشر ما طلبت شيء حياك الله سلام انت جيت بكره تتمشى في نواحي الرياض بروز رايز جديد يدي علينا يدي علينا